قناة الكارما في خلال 6 شهور اللي فاتت عدت بوقت صعب جدا. من ساعة تأسيس القناة كان يعتبر الوقت ده أصعب وقت علي أنا شخصيا. حاجة اللي اكتشفتها أنه لا المرض ولا الظروف القاسية ولا الاحتياج المادي ولا أي ظروف أنا ممكن أمر بيها ممكن تكسرني. كانوا دايسين على ألمهم. الفترة الأخيرة كانت الألم بتزداد بالرغم من كل الأحبة اللي حواليه وكل الناس اللي حواليه، بس حس حاله مثل كأنه معلق بالهواء مش عارف شو اللي عم يصير معه. كان في ألم لكن في نفس الوقت ابتسامة وإيد مرفوعة على الله. كانت مرحلة صبر مثابرة. الأشهر الأخيرة فيلم وثائقي يذاع في برنامج الكرمة مباشر في الأوقات التالية: الثلاثاء 16 يوليو، 12:30 ظهرا بتوقيت ولاية كاليفورنيا، 9:30 مساء بتوقيت مصر، 14 يوليو، 5:30 صباحا بتوقيت سيدني، والإعادة 16 يوليو، 6:00 مساء بتوقيت كاليفورنيا، 14 يوليو، 3:00 فجرا بتوقيت مصر، 11:00 صباحا بتوقيت سيدني.